السلام عليكم كل الناس بتاعنا ده إعلام. احنا عايز نشكركم عشان انتوا الليله جيتوا عشان تعملوا تحت الحدث الكبير اللي هو اول زياره بتاعت الوزاره بتاع انيمال ريسورسز الثروه الحيوانيه والسمكيه في ولايه بتاع اسوائي والوسطى لاسواق مدينه جوبا. احنا جينا في زياره ده عشان احنا جايين نتفقد الاوضاع بتاع الجزارين حقنا بتاع سنترال اكواتوريا وجزارين تجربة السودان برضو الموجودين على مستوى بتاع جوبا سيتي كانسل وسنترال اكواتوريا ستيت. احنا جينا مع عمده بتاع مدينه جوبا بلديه جوبا عشان شغلنا كوزاره بتاع الثروه الحيوانيه والسمكيه والسياحه هو مربوط برضو ارتباط نصيب مع سلطات سيتي كانسل. الهدف من الزياره دي يا اخواننا الصحفيين احنا جينا عشان نتفقد الاهوال او احنا عشان نقدر نكون عندنا المام كافي بالتحديات اللي بيواجه جزارين حقنا في السوق. احنا عملنا زياره زي ما انتم عارفين بدانا من سوق ليبيا سوق جبل وسوق كاستوم وهسه الان احنا جينا في سوق كونيا. احنا جينا وقدرنا نعرف من الجزارين حقنا كله في صعوبات هم بيواجهوا واكثر الصعوبات ده هو صعوبات بتاعت سعر البقر. دي اول حاجه اللي خلاهم يعني خلوا يزيدوا اسعار اللحم في السوق. واحنا برضو وعدناهم احنا قلنا يا جماعه احنا هنقعد مع اتحاد ترواء بتاع سنترال اكواتوريا والناس الكل قاعدين يشتغلوا في تجاره البهايم بتاعت الابوار عشان كيف احنا نقدر نناقش معهم هم يحافظوا او ينزلوا اسعار اللحم. احنا ما عايزين سعر اللحم خليه يكون فوق في سنترال اكواتوريا سبيشالي احنا دوله احنا ولايه منتجه عندنا ابقار كثير عندنا كميه كبيره ابقار فاحنا دارينا ننزل الجزارين ديل عشان كيف احنا هنكون عندنا استقرار كويس في سعر اللحم في السوق ان شاء الله مع الارتفاع الجنوني ناسي للدولار. احنا لازم شغالين بكل الطرق عشان احنا نحافظ على سعر اللحم في السوق. الشيء برضو احنا جينا وقدرنا نفهم من الجزارين ككل شغالين في المصاب بتاع بلديه جوبا انه الجزارين كان عنده مشكله بتاع نظام واحنا بنشكر راسي احنا كوزاره احنا كوننا لجنه تسييريه عشان ينظم شغل بتاعهم واللجنه التسييريه شغال كويس مع كل الجزارين اللي شغالين على مصاب بتاع سنترال اكواتوريا سواء كان الجزارين حقنا المحليين او الوطنيين هم الاجانب هم شغالين في محل واحد. واحنا وعدناهم انه الانتخابات لازم يكون في اسرع وقت ممكن الفتره بتاعت 3 شهر احنا عايزين الانتخابات يكون ومكتب جديد يستلم شغل بتاعه عشان يساعدنا كحكومه خطط بتاعنا وسياسات بتاعت الوزاره فيما يتعلق بالثروه الحيوانيه هم يساعدنا في التنفيذ بتاعه. الشيء الاخير يمكن احنا دارين نقول انه احنا دارين كل الستيك هولدرز الناس بتاعنا الشغالين في مجال بتاع الثروه الحيوانيه خلينا الناس يتعاونوا مع بعض. احنا عايزين تعاون عشان احنا نقدر ننفذ سياسات الحكومه. الحدث الجاي حدث كبير بتاع الانتخابات ده احنا عايزين كل القطاعات بتاع الاعلام هم يشاركوا في الحدث ده لان احنا دارين نجيب جسم منتخب وجسم المنتخب ده لازم يمثل الجزائرين بتاعنا في سنترال اكواتوريا ستيت. الشيء الاخير يمكن احنا دارين نشكر مايا برضو لانه حقيقه احنا برضو في الولايه ووزاره الثروه الحيوانيه والسمكيه والسياحه احنا ما هنقدر نشغل براو بدون مايا لانه جوبا مدينه جوبا هي المسؤوله فوقه هي الهيد سكيورتي وهيد بتاع الحكومه المشجره الموجوده على مستوى سيتي كانسل فهي دائما بتجيب معنا. سوني احنا برضو هنتجه مع مايا لفنادق بتاع جوبا لانه فنادق بتاع جوبا برضو هي مسؤوليه بتاعت الوزاره. احنا بنفس التفتيش الانسبكشن ثلاثه احنا عاملينه ده هنا برضو هنزور هنعمل تفتيش لكل الفنادق. هدفنا كحكومه ولايه سنترال اكواتوريا احنا دايما ننظم الشغل في السوق لانه لو ما نظمنا اي شغل سواء كان في قطاع الثروه الحيوانيه السمكيه او السياحه لو ما في تنظيم احنا ما هنقدر نقدم خدمات. فاحنا برضو ده نداء خاص لكم كصحفيين انتوا برضو كمان جوين اس ان اور نيكست انسبكشن فيزيت لناس هوتيلات عشان احنا نقدر ننظم هوتيل وعشان احنا نقدر ننظم جوبا عشان جوبا يكون عاصمه حضاريه عاصمه ثقافيه عاصمه سياحيه وعاصمه سياحيه لانه احنا عندنا كل المناظر الطبيعيه موجوده في جوبا هنا واحنا عندنا ثقه تام في قياده بتاعت العمده عشان يقدر
يرفع مدينة جوبا لليفل ذات العواصم الكبرى في الدول سواء كان في ريجون أو في أفريقيا ككل. شكرا جزيلا.